بعد ما افتتحوا العروبة راحت على خريص الزحمات. عامر، مقطع طقطقتك على سلطان واصل اكسبلور في التيك توك، والله ودعست يا عامر، يا حظك. هم عاد اي والله، اوف 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 اوف، كفو يا عامر. هلا والله بالتيك توك البطل. هلا والله بالعيال، هذا اول بث لي. كفو كفو اللي يرسل ورد. يا عيال لا تكثرون، ترى يغمى علي ما اعرف. اول مرة اشوف ذا الورد. شو يقول ذا؟ يا عيال انا ما كنت بفضحه، بس هو كذا نشبه. يستاهل يستاهل، خلوه. لا ترسلون ورد يا عيال، لا ترسلون ورد. بكره تطفرون تروحون تبيعون مواتركم. اي انا ماني مسؤول اذا رحت المعارض وبعت مواترك ب 25، اوكي؟ اوف اوف اوف، هلا والله، من هذي؟ نوره، لبى قلبس يا نوره. برج، كفو والله يا نوره. يا عيال لا تخسرون نفسكم، نوره. انا داري انك ما تقصرين، بس لا ترسلين برج. اوف اوف، هلا بالعيال، هلا بالورود. يا عيال نبي قست، شوفونا احد. هذا منو ذا؟ وش ذا؟ هم مشط شعره بعد. هلا مشاري. هلا والله. هلا بك زود، اخبار علوم؟ والله بشرك الحمد لله، خش تحدي. انا ما ادخل مع بزارين. ليش خايف؟ اما عاد اخاف منك. انا ما اخاف من اطلق شنب يا ورع، ها؟ ادبك البرنامج. شفت الخيل ذا المجلعد؟ اخليه يدخل عندك. اذا انت فيك خير فز علي طيب. تبي تلعب؟ يلا. اقبل اقبل طيب. الداعمين يرحم امكم لا يفوز علينا يا اخي. اقول لا تهايط بس، ها؟ الحين بتشوف بعينك. يلا عيال شدوا شدوا. جيش المكبسين. تكبيس يا عيال، ها تكبيس. ما نبي يفوز علينا ذا. منو ذا؟ ابو احمد، كفو يا ابو احمد. عز الله يعزك يا شيخ. الدعمين يا اخي وينكم؟ ولا بس اذا بثيت معدن وتجون؟ يلا عيال. ها شفت؟ انت قلتها بنفسك. يجونك علشان البنات. انت وشعرك ذا. اما انا داخل بوجهي هنا واسلوبي. يلا عيال شدوا شدوا. شدوا كفو ايه؟ كفو. ابو دخل سكور جبتك. الدعمين نايمين. يلا عيال. اللي عندي كبسوا على الشاشه 20,000 وينكم؟ سارة، الله يعزك يا سارة، اللي عندك لكم ضيف وسارة. ايه افوز عليك. القم القم على عينك. ام عاد جحفلة. يلا مشاري تمنى شيء؟ ابوي ناديني. سام سام يلا جايك. لا تصرف، ما حد ناداك. الحكم الحكم دايما، ولا اقول لك صن صن يصن راسك. اسمع، الحكم الاول تاكل بيضتين نية، الحكم الثاني ترقى فوق الدولاب، الحكم الثالث تتروش قدام متابعينك. طيب ينفع بيضة مقلية؟ لا ما ينفع. خلاص خلاص اسكت، ابو راح اجيب واجي. وش تبي بالبيض؟ باكلها. الغدا جاهز. بنقنقي لين ما يجي الغدا. جيبها اقليه لك. ما يحتاج ما يحتاج، أباكلها نية. الله يردك يا ورع، ليتني متروش. بعد قالك التحدان يلقم على عينك. حركات يا عامر، يا انك دعس دعسة في التيك توك، صح عليك. عفا عليك، البرنامج جوه البطل. كم رصيدك الحين؟ شف أنا بعت الهلي ب 25، والحين عندي من وراء التيك توك 50,000، والجاي أكثر. 50,000 من التيك توك؟ يا أبوي في ناس طلعوا أكثر. وشلون؟ يا أبوي نفتح حسابات وهمية، وأنت تشحل لنا وإحنا نقدم لك الهدايا. أما عاد أشحل لكم؟ وش الفائدة من الخسائر؟ يا أبوي هذا تسويق، لأنك جديد في البرنامج، عشان تهيئوا المتابعين ويدرعموا بالدعم.
مخ تجاري يا شكش. ترى الحركة ذي في التيك توك ما يعرفوها إلا قليل. طيب بكم أشحن لكم؟ تدعم كل واحد 2000 وأنا بدخل لك بيوزر دبل إكس وأنا راح يكون اسمي الشبح الذهبي. وأنا أشحن لي وبدعمك بفيلين وبقرة وراح يكون اسمي القرد الحلو. فيلين وبقرة وقرد ها؟ واضح وين بتودينا. هلا والله بالمتابعين يا عيال، أنا داخل اليوم البث وأبي أقوى واحد يتحداني. اكتبوا لي من الموجودين. لا يا عيال ما أبي ضعاف. أم سلطان يبث يا عيال، روحوا له قولوا له عامر يبيك الهطف جيبوه. هلا والله حبيبي خال، شخبارك؟ منور البث والله يا قلبي، وانا احبك اقسم بالله احبك يا قلبي. انت هلا والله بالهطف سلطان. انت للحين بالسياره؟ متى ترقد؟ لا يكون فراشك ورا. بس اقول اسمع، ابدخل انا وياك تحدي الحين ها، ويا انا يا انت بالتوك توك. تعال تعال اعلمك انا كيف المستوى واكرهك في البرنامج كله يا ضعيف. ايه سلامات، لا تسوي فيها ذبيب. اقول اقبل بس اقبل. يلا يا عيال يلا شدوا شدوا شيروا البث. تكفون يا عيال. ايه ايه كبسوا كبسوا يا عيال كبسوا. كفو كفو كفو. من هو ذا يا عيال؟ اوه هذا الشبح الذهبي. كفو يا الشبح الذهبي. اتحداك يا الشبح الذهبي. ارحب يا خالد. كفو يا المحزم. كفو كفو يا ابو خلود. قفل ملف يا عيال. من ذي؟ سارة. كفو يا سارة كفو. عز الله يعزك يا شيخة. كفو. من هو ذا؟ دبل اكس. عز الله يعزك. ضيفوه يا عيال، ضيفوا دبل اكس وسارة، ضيفوا الداعمين كلهم. ها 10 ثواني يا عيال 10 ثواني. يلا ايه ايه بدري عليك يا شيخ. انا قايل لك كفو يا عيال. قفلت ملفة عشان المرة بتهايط. ها تفهم ولا ما تفهم؟ لا عاد تهايط. يلا الحين خل داعمينك ينفعونك القراشيع ذولي. ايه 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 لا تغلط على داعميني. ها داعميني ما تغلط عليهم، احترم البث وثقافة البث. لا يا شيخ، الثقافة بالنادي الأدبي. هنا توك توك ضحك وناسة وفلة. الحكم الأول ماني منفذ لك ولا حكم. اعتذر لداعميني وانفذ. ماني معتذر. وش عندك؟ ما انت معتذر؟ اجل انقلع، ماني بداخل. اوف طلع يا عيال. قايل لكم يبطل اللي يتحدى عامر. وشكرا لكم، ضيفوا الداعمين يا عيال، دبل اكس والشبح الذهبي وسارة. كفو يا سارة، والله انس كفو. عز الله يعزس. ها كيف يا عيال؟ الله يصح عليك. كفو كفو. يلا متابعيني كلكم ضيفوا القرد الحلو. يلا كلكم كلكم عند القرد الحلو. الحين اش حلك تروح تدعم ذي الخروف؟ هذه مسكينة وتستاهل الدعم اكثر منك. تستاهل اكثر مني؟ ها هات هات هذا التوك توك وحذفناه. انت حرام يصير عندك توك توك، حدك فيسبوك. ما قصرتوا يا عيال، رايتكم بيضة. ايش دعوه وانا اخوك خوينا ودعمناك. بس تكفى، نبغاك تدخل جوله مع قعيد. قعيد؟ من قعيد ذا؟ هذا واحد قوي في التيك توك وعنده داعمين، واي احد يخش معاه يهزمه. اما عاد ومتى يبث؟ يعني تقريبا الساعه 1 2. بس صدقني لو فزت عليه بتشتهر زياده. اجل اسمعوا يا عيال، ابدزه للبيت ابريح، والساعه 2 ابدخل بث، وانتم ادعموني، واذا انتهى الشحن علموني. اوكي اوكي وانا معاهم. انت خلك مع المسكينه يا خروف. ارحبوا يا متابعيني، ارحبوا تراحي بالحياة، ارحبوا يا الشيوخ والشيخات، منورين منورين، منور يا شباط همبكلة، ارحبي ارحبوا يا عيال منورين. اليوم بنستانس وبننبسط وبنهيص، ابشر والله بسعد. هلا شرها، هذه شرها انا، هذه شرها. كل نصيبة على الله، كل نصيبة على الله، تريري تريري، كل نصيبة على الله. منورين منورين يا الشيوخ، يلا حيوا. وش حالكم؟ عساكم طيبين. تبون تحديات؟ ابشر والله بستعد، ابشر والله بستعد. اوه هذه من؟ سارة. منوري يا سارة. ارحبي. دقيقة دقيقة خليني اشغل اغنيتي. دقيقة دقيقة. منوري يا سارة، منوري يا الشيخة،
لا لا اليوم نبي نفوز وبنستانس وبننبسط، ما دام الشيخة موجودة أبشر والله بالفوز. أنا جبت تحدي دقيقة، أنا جبت تحدي. يا جماعة في واحد من ممتحني قال له عامر يبي يتحداني، قولوا له قعيد ما يعرف يرسل قست، خلوه يطلبني قست هالحين، خلوه يطلبني قست، شوف ايش عنده ذا، امتحني الله يمتحنه. يلا اقبل يا القوي، أنا أوريك الحين. أنا أرسلي أرسلي قست، أنا. هلا والله بقعيد. أهلين، هلا والله عامر. هلا يا أبوي، ايش عندك؟ أنت تتحداني؟ إيه أتحدى. تمام ما عندك مشكلة، بس شوف الجولة من ثلاث أحكام، انفست عليك طبق واحد منهم، اتفقنا؟ يما خوفتني. إيه اتفقنا. توكل على الله، ابدا الجولة. يلا يا عيال، شدوا يا عيال. إيه. كفو يا عيال، نبي نقفل الملف من بدري، ها؟ ما نبي جحفلة. كفو. شدوا يا عيال، شدوا. شدوا. لا تهايط. الحين بيجيك السكور في جبهتك. بنسفك ناس. إيه. كفو منو ذا؟ كفو يا فهد. كفو. اوه ستارة، نبع عيني ستارة. كفو كفو يا ستارة، كفو نبع عينك، نبع عيني ستارة. كفو 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 يا نبع عينك يا ستارة. ابوك الجحفلة، وينكم الداعمين؟ وينكم يا المحازم؟ دبل اكس شبح الذهبي يا عيال، ياسر شكوش لا يفوز علي. اوه هذا مين؟ القرد مو حلو، هذا واضح انه داعم جديد يا جماعه. ضيفوه ضيفوه ضيفوه، لبه قلبك لبه قلبك. اما عاد القرد مو حلو علي كفته، انا اجيك الاستراحه واتوطاك يا ورع. يلا يا قعيد، ما شاء الله عليك انت اقوى واحد بالتيك توك، قوي قوي مره. انا استاذنك، تبي شيء؟ وين وين يا حبيب وين؟ نفذ حكمي بعدين اقلب وجهك وعيني لا تشوفك. اي صح، نسيت. يلا عطنا احكامك. الحكم الاول تقفل يوزرك وعيني لا تشوفك. والثاني تحط مكياج في وجهك، تخسى وتعقب. والثالث؟ الحكم الثالث تلف في بيتكم وتصيح باقوى ما اعطاك ربي وتقول قعيد قعيد كذا، ها تمشي في البيت تقول قعيد 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 قعيد. نفذ، يلا نفذ. قعيد يا قعيد، ابوك الحكم السهل خلاص. اعلى ابيات. قعيد قعيد. ابوي انت ما تستحي، انت فشلتنا بالناس، اتصحر اخر الليل وش مالك انت؟ راح تعمل لك شغل احسن لك. هذه تحديات يبا، وذا البث تستفيد منه. وش تستفيد منها؟ ما غير خسائر على الفاضي، مخسرنا البيض والفلفل وحتى البصل خدتها. يا ولد الحلال على ما قال ابوك، اذا انت فاضي راح دور لك على وظيفه. هذه وظيفتي يمه، واعتبريها عن بعد، ودخل فيها اكثر من موظفين بعد. اصبري ها، شوفي هذه 100,000 ريال دخلتها في اسبوع واحد بس. عجيب والله. هلا والله بالمتابعين، اتحداك البث البطل. من هو ذا؟ الشبح الذهبي، خلك مركز وصحصح معي، ها نبي التوب 1 يا عيال، اوكي؟ تبون قستات؟ ابشر ابشر بعزكم. خلنا نشوف هذا منو ذا؟ اقبل جولة يا عامر. شدوا يا عيال، شدوا! كبسوا كبسوا! قفلوا ملفه من بدري،